الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن من العلماء العاملين الذين رفعوا راية هذا الدين الإمام المجتهد التقي النقي أحمد بن حنبل رضي الله عنه. جاء في السير للذهبي في نسب طويل له، ذكر منه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أنه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. ولد كما أخبر ابنه صالح عنه في ربيع الأول سنة 164 للهجرة، توفي والده محمد شابا، فنشأ يتيما وطلب الحديث وهو ابن 15 سنة، أي سنة 179 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها الإمام مالك رضي الله عنه صاحب المذهب. ولما بلغ الإمام 15 سنة سعى في طلب العلم والحديث كما أسلفنا، فكثرت رحلاته إلى أقطار المعمورة، فالتقى بالمشايخ الكبار أمثال الإمام الشافعي الذي أعجب به، وأخذ عن الشافعي أصول الحديث والفقه ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغيره، كما التقى في بغداد بن عيينة الذي كان آنذاك محدث الحجاز بلا منازع، فأخذ عنه واستفاد منه كثيرا، كما كانت له رحلة إلى الكوفة يطلب بها العلم، ورحل أيضا إلى صنعاء في اليمن حيث تلقى الحديث عن عبد الرزاق بن همام، وجاهد نفسه البقاء مدة 2، فكان يصبر على خشونة العيش، وكان في صنعاء يعمل بنسج الحصر أو النسج ليأكل من عمل يده. أما عدد مشايخه فقد فاق 300 شيخ، وقد ذكر الذهبي في سيره أن عدد الشيوخ الذين روى عنهم في مسنده وحده بلغ 280 ونيفا. ومن أكبر وأعظم هؤلاء المشايخ هشيم بن بشير الذي أخذ عنه وأكثر في بغداد، فلازمه 4 سنوات يسمع منه، وسفيان بن عيينة وبشر بن المفضل والنضر بن إسماعيل البجلي والوليد بن مسلم ويزيد بن هارون ووكيع الذي أكثر من الأخذ عنه والحافظ أبو نعيم وكثيرون. أما الذين حدثوا عنه فكثيرون، منهم إمام المحدثين البخاري وتلميذه مسلم صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وحدث عنه ولداه صالح وعبد الله ويحيى بن معين وأبو زرعة وإبراهيم الحربي وغيرهم. وقد سئل أبو زرعة: أأنت أحفظ أم أحمد؟ فقال: بل أحمد. فسئل: كيف علمت؟ قال: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء أسماء الذين حدثوه، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه، وأنا لا أقدر على هذا. وعن عباس الدوري أنه قال: سمعت أبا عاصم يقول لرجل بغدادي: من تعدون عندكم اليوم من أصحاب الحديث؟ قال: عندنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خثيمة
والمعيطي والسويدي، حتى عدى له جماعة بالكوفة والبصرة، فقال أبو عاصم: قد رأيت جميع من ذكرت وجاءوا إلي، لم أر مثل ذاك الفتى، يعني أحمد بن حنبل. أما شجاع بن مخلد فقد روي عنه أنه قال: ما بالمصرين، أي البصرة والكوفة، رجل أكرم علي من أحمد بن حنبل. وقال مهنا بن يحيى: رأيت ابن عيينة ووكيعا وبقية وعبد الرزاق وضمرة والناس، ما رأيت رجلا أجمع من أحمد في علمه وزهده وورعه. وقال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. فعقب عليه الذهبي قائلا: قال هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج. وأثنى عليه قتيبة فقال: لو أدرك ابن حنبل عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم. ونختم كلامنا بثناء الشافعي على أحمد، فقد روى المزني عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أنه قال: رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. فقال المزني: ومن هو؟ قال: أحمد بن حنبل. وروى كذلك حرملة عن الشافعي أنه قال: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل.